طب انت كتصباح اختي خديجه؟ صباح دوشي مع الصباح في التليفون يعني باقي كدوي معاه؟ كدوي معايا كدوي معاه. شنو كتقول لك؟ كتقول لي انا بخير وانا بنتي راه ما كتبغيش ترجع تبلات. شحال عفا مرة اختي؟ عندها 19 19 عام يعني من هي باقا صغيرة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء في تفاصيل صادمة غادي نسمعوها خلال هذا المباشر. يعني اولا قبل كل شيء نخلي لكم رقم في التعليقات. عطيني النمرة اختي خديجة، عاودي عطيني النمرة. نخلي لكم رقم في التعليقات، خليت لكم رقم في العنوان لان اننا نطلبكم انكم اللي قادر انه يتعاون مع هاد التيدا يتعاون معها من قريب او من بعيد اي حاجة بالقليل او بالكثير يتعاون مع اخت عيط الادعي فرب حداش وهذا راه غتعاونا هكا اختي خديجه راه غادي تعاونا غادي تفرحها. فحنا هادشي اللي غادي نسمعو بكل صراحه فصادم. اللي شفتو السيده كتبكي والام كتبكي راه كتبكي غير على قبل وليداتها. البنيه اللي في عمرها 19 عام حاليا خرجات من الدار. الوليد اللي كتشوفو يقدر انه يضيع حتى هو. فمجموعه من الامور غنتكلموا عليها في خلال هذا المباشر. اللي نتمنى منكم مشاهدينا الكرام انكم تعاونوا مع خديجه اللي محتاجه منا اننا نعاونوها. علاش كتخرج تخدم؟ حيت الا بقات في الدار ما كاينش اللي غيطلع عليهم، ما كاينش اللي غادي يصرف عليهم. حاليا كيتسالها شهرين ديال الكرا، شهرين ديال الكرا. راجلها خدام نهار بنهارو، هي اللي كتخرج تخدم. الا ما خرجاش غادي يبقاو بالجوع، كضطر انها تخرج تخدم. كيبقاو وليداتها بوحدهم، كتعرفوا المراهقه وشنو كيقدر يوقع في سن المراهقه. انتم عارفين مجموعه من الامور، حتى تفاصيل غنسمعوها على لسان الام مشاهدين كرام في تفاصيل صادمه. هاكا اختي خديجه وصلي وصلي. السلام عليكم اختي خديجه، عاودي لينا شنو وقع لك؟ شنو وقع عاوتاني هاد الصباح؟ انا خديجه كنعاود نعيط عليكم. بنت شحال من مره انا كنعيطت لي بنتي اليوم، قالت لي قلت لها بنتي فينك انتي؟ قالت لي يا ماما انا بخير. يا ما بخير ما والو، غير كتبغي تبردني وانا كنبكي وهي كتقولي ماكي كتبكي. قلت لها علاش ما بغيتيش تجي؟ قالت لي غير خليني. دابا انا ما عرفتش بنتي واش واكله ولا شاربه، ما عنديش الجهد باش غنقلب عليها. دابا انا كنطلبها من الجمعيه وخوتي المغاربه غير يعاونوني على الدراري، على وليداتي غير قريو. ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت على ولادي فين تعتقوا ليا. حيت راه جات كنمشي نخدم ما كنخليهم، ما كنعرفهم واش واقع عليهم. ولادي زعما انا هازه واحد الهم بزاف على ولادي، ولما خرجت نخدم راه ما كاينش اللي غادي يعطيني والو. دابا هو كاين شهرين هو مجموع، دابا كي غندير؟ في نهار نخرج الزنقه ما عنديش انا ولادي فغنديهم. اش غنديهم؟ نديهم الزنقه يبركوا حدايا يتشردوا لي. انا ما نبغيش ولادي يتشردوا، واخا نتشرد انا ما نبغيش ولادي يتشردوا لي. هاي دابا بنتي غابره ليا، دابا بنتي ما عرفتش واكله ولا شاربه، كتقول لي ماما انا بخير انا بخير. كنقول لها ما كاينش بخير اجي، كتقول لي دابا نجي دابا نجي، راه ما كتجيش. دابا انا كنطلب انا من الجمعيه توقف ليا مع وليداتي، صح ما باغا حتى شي حاجه من الدنيا، بغيت ولادي تنقدوا ليا. دابا ولدي عنده 11 عام ما كيقرا ما والو، كنمشي نخدم كيبقى من ورايا في الزنقه. ها واحد النهار تا هو غيتبلى ليا، غاش نبقى ندير انا هنا في الدنيا؟ ما عندي ما ندير صافي، حيت انا ولادي كنشوفهم كيتشردوا ليا غيتشردوا ليا، وانا ما عنديش كي غندير ليهم، ما عنديش اخويا كي غندير ليهم. عندي اربعه، وحده عاطيه، الدرية الاخرى عند جدة. دابا انا ولادي اللي مشرد، ولادي اللي بغيت نجمعهم ما كرهتش انا نجمع ولادي ونفرح بيهم. انا ما كرهتش ليهم، بارك عف ديال الكره. واحد النهار ما نخلص غيخرجوني الزنقه. بنتي راه دابا 3 سنين هي خارجه ليا من الدار، ما كتبغيش تجي عندي، غير كتجي كتجلس وكتزيد، كتقول لي انا غاجيه وانت كتزيد، هاكا طاج راسها وكتزيد. حيت ما عنديش كي غندير ليها. كنقول لها غير بركي كنمشي نخرج نخدم اخويا، صافي تقادر يا جاد اخويا نكذب عليك. صافي ما عيطت عليك ترى انت وقفت بيا الدنيا صافي. كنشوف بنتي كتشرد ليا ما عنديش كي غندير ليها.
غيتباع الدري تا هو. عييت اخويا الله يتعيد. الا ما خرجتيش تخدمي شنو غيوقع؟ ما كاينش اللي غادي يعطيك حتى درهم، ما كاينش اللي غادي يعطيك. اجي تعاون على الراجل، الراجل عنده كروسه كيمشي كيدور العركاب يدور في ويجي يقولك ما جاب والو. وكي غندير اخويا؟ قول لي كي غندير؟ ما عنديش كي غندير. كنمشي نخرج نخدم كيبقى لي الدري هنايا ما كنعرفوش كيدير. دابا بقى لي الدري، دابا الدري هي غابر عليا، ما عرفت واكله ولا شارب. هي كتقول لي انا بخير ويا ما بخير ما والو. دابا انا اللي بيها ولادي، كتمشي هكا ولادي عاولاتي تجي الجمعية تبقى في ليام عاوليداتي صافا. انا بقيت باغا حتى شي حاجة والله اخويا، بقيت باغا والو، بغيت عاولاتي يتجمعوا ليا حتى انا غنجمع ولادي ونفرح بيهم. ما كلشي مشرد ليا، ما عنديش جد كي غندير نهار انا كنعس كنقول ولادي ما بجموعيش. درية في الزنقة، دري صغيرة ولدت عطيتها كنقول غتشرد ليا وبقى لي الدري تا هو. كي غندير اخويا؟ قول لي كي غندير؟ ما عنديش اخويا كي غندير. صابر كنبغى نفرغ ما كنلقاش وين نفرغ. كنفرغها في الخدمه، انا مشيت كنفرغ فيها صافي. ماشي كامل وكتخرجي تخدمي؟ وكنخرج نخدم وكنخرج، ولكن صافي العقل ما بقاش عندي. بعض المرات حتى كنشوف شي دريه غدا مع امها كنقول او بنتي تا انا مالا، ولادي تا انا مالهم ما جا معاهمش. وانا نكذب عليك انا خويا، لا مشاو ليا ولادي تتشردوا ليا الزناقي صبق عندي ما ندير. انا نكذبش عليك، انا كنطلب اخوتي المغاربه ينقدوا ليا وليداتي صافي. بقيت باغا والو، بقيت باغا حتى شي حاجه، بغيت عا ولادي تنقدوا ليا. شي اللي نقدوا ليا ولادي انا نحمد الله والشكر، ع ولادي تنقدوا لي. انا بغيت ع بنتي، ع بنتي اصلي انت بنتي. هاد الدري بارك معايا، الدري اللي ما عرفتهاش مالها، عندها 19 عام ما عرفتها واكله ولا شاربه. انا ما عرف دابا اللي كاوي يعني هي بنتي، هي بنتي ما نكذبش عليك، ع بنتي الكبيره هي اللي كاويني القلب ديالي يعني.